بك شو؟ طيب شوفي ليش في ناس معصبة كتير؟ لأنه ما بيعرفوا غير يخلقوا مشكلة، ما بيفهموا الإبداع. بانو شوفي، بتعرفي إنك طيبة وحلوة وبتجنني، وانتي أحسن بكتير من هالأغبياء. وقدروا ينالوا إعجاب كتير من الناس بآخر فترة، مثلكم تماماً. نحن حابين نعرف معلومات أكثر عن هاي الفرقة، بس فريق القناة لسه عم بيحاول يتواصل معهم. أي حدا بانو ممكن يعرف مكانهم؟ تلفزيون سي إن حابب يعمل مقابلة مع جاشن. لا وليه؟ أكيد رح يسألوا أسئلة صعبة، أنا كيف رح أعرف جاوب؟ شبكي بانو، اللي بده يسأل أسئلة صعبة بيكون عنده عقل وهنن ما عندهم، لهيك هنن صحفيين. لا ما قصدي أنت يا رفيقتي، أنت كتير ذكية. كيف حالتها؟ الحرارة طبيعية دكتور. منيح، لازم تفحصيها كل 4 ساعات. حاضر. دكتورة ميرزا شو عم تعملي؟ انتبهي، الناس عم يقدموا على شراب السعلة كمان. صايرين تضحكوا على مزحاته؟ شفت كل التقرير، شو أخبار ابن مشتاق بالقسم الثاني؟ دكتورة ميرزا، أنت نسيتي هاي بمكتبي. لا هاي مو إلي. دكتورة ميرزا ما في داعي إنك تخجلي، إذا احتجتي مساعدة كلنا جنبك. المهم لازم نخطط للعملية وبسرعة. دكتور رحماني يرجى التوجه إلى قسم الإسعاف فورا. دكتور رحماني يرجى التوجه إلى قسم الإسعاف فورا. دكتور رزفي، لو سمحت ممكن نحكي دقيقتين بالمكتب؟ أكيد. تفضلي. لا دكتور رزفي اسمع، انا صحيح ما كنت بوعي، بس في حدا حط كحول بالعصير تبعي هديك الليله. اصلا انا بكره المشروب كتير، وانا ما بعرف حتى كيف طعمته للكحول. المهم انا حابه اني اعتذر منك مشان هديك الليله دكتور، بس انك تكون معصب مني وتطلع اشاعات علي، هدول شغلتين مختلفين كتير يا دكتور. معك حق، ومبسوط كتير إنك عم تتفهمي هالشي كمان. شو؟ وأنا بعرف الإشاعات اللي طالعة عني وعم يحكوا فيها يا دكتورة ميرزا، وهون بالمشفى ما عم أقول شي لأنه الخوف يلي عم يصير مني جوات كل الأطباء بيناسبني. الناس بتحكي كتير بس بيعرفوا قليل وما بيفهموا نهائياً. يمكن أنا غلطت كمان، أنا وقعت فيها، بس توقعت تكوني أحسن دكتورة ميرزا. بتمنى أنك تحاولي تركزي بس على شغلك من هلأ ورايح. حاضر. ليلة سعيدة. آسف. وقت التصوير. عجد ما عم بقدر افهم انتو ليش عاطين اهمية كبيرة لهدول النقاط، في حدا يقول لي كيف رح تكون الاسئلة؟ هنن بس حابين يخبروا معجبينك عنك اكتر. بس كوني طبيعية. اذا معنا وقت لروح استفرغ وارشبك. يلا احنا جاهزين. يلا روح. بلشوا موفقين. يلا. امشي. يلا يلا. مين الاول عن اليوم؟ كل المعجبين حابين يعرفوا من وين اخدتوا اسم فرقتكم جاشن وشو المعنى؟ من الموسيقى. الموسيقى هي احتفال. وقامت اجتمعتوا كلكن؟ قصدي قامت بلشت الفرقة تبعكن؟ نحن بلشنا هاي الفرقة من سنة تقريبا، نحن رفقات من زمان. الإحصائيات هلا بتقول انه الفيديو على الانترنت اخد صدى كتير كبير،
كمان الفيديو حصل على نسب مشاهدات كتير عالية. شو حاسة بخصوص هالشي؟ نحن حسينا بغرابة وفرح بنفس الوقت، ما كنا مصدقين انه صار عنا معجبين كل هالقد. هاي اختك دكتورة ميرزا؟ ايه، بس شو اللي عرفك؟ عالية ورجتني الفيديو تبعها. هاي البنت كتير موهوبة. شكرا. انت بتعرفي انه في بعض الناس عم بيعرضوا الشي اللي عم تقدميه انتي هلا؟ واضح انه افكارهم عكس افكاركم. بتحبي توجهي لهم رسالة لهدول الناس؟ ايه، نحنا عم نعمل شي اللي منحبه وبس. الناس اللي ما بتحب الموسيقى اكيد فيهم يلاقوا معنا تاني للاحتفال، ما عنا مشكلة معهم ابدا. شكرا كتير لكم لوجودكم معنا. ضلوا عم بتشوفوا معنا. ماشي، هلا الرقم 3. دكتور ريزفي، منديلك. مو مشكلة، خلي معك. مهير ضحكت على كل شيء قاله، وبعدين متأكد إنه بازح. والمنديل؟ انسى المنديل، مهير بتشرب، يمكن شربوا سوا بالبيت. حلو. شو هو الحلو؟ شكرا. ولا شيء، كنت عم أقول إنه الدكتور ريزيفي اعتنى بالمريض كتير منيح اليوم. هو دكتور شاطر. إيه؟ وشخص منيح كمان، صح؟ مبارح كنت عم بتقول إنه ما بيعجبك. كنت عم أمزح مهير، لا تكوني جدية. وبترجاكي ما تقولي شي. عفواً، أنا ليش لحتى أقول؟ أنتوا الاثنين، قصدي أنتوا الاثنين رفقات؟ رفقات؟ أكيد أنتوا جنيتوا، مو؟ الدكتور ريزفي كان عم يوصلني لأنه شافني شربانة شوي بالحفلة، وكمان لا، أنا ما بشرب كحول أبداً. إيه؟ إيه، والمنديل؟ عطاني يلا أمسح وشي لأني كتير اتضايقت واستفرغت. قلت لك إنه هي إشاعة وأنت اللي بلشت فيها. آسف دكتورة. نعتذر. مو مشكلة، منقدر نرجع زملاء هلأ؟ أكيد. يا رفيقي، شو صاير مع مهير؟ صح، في علاقة بيني وبين الدكتور ريزفي، وأنا مدمنة كحول وتعودت أسرق المناديل كمان. منيح هيك؟ معقول أنا أكون قلت شي غلط؟ بانو حبيبتي، لا ما كنتي. يلا على البيت. لا تتجري أبداً أنك تواجه الشريعة، الموسيقى ذنب بهذا المكان. شو رح تقدر تعمل يعني؟ لك اسكتي، ما رح طول أطالع فتوى بهالشي، والشرطة ما رح تاخد وقت لحتى توصل لهون. أنتو شو مفكرين حالكن؟ ليكي، لا تحكي عن اللي صار بالبيت أبداً، رح يقلقوا بدون سبب وبعدين ما رح نقدر نتدرب. مين؟ من وين صوت تكسير الأزاز؟ شو هدول البنات؟ شو هاد؟ شو صار؟ شو مكتوب؟ ولا شي أمي، شوية أولاد عم يلعبوا. شو هالأغبياء؟ هلأ وقت اللعب بهالليل؟ ما رح ننظف الأزاز هلأ، أنا فايتة كفي نومتي. مين هالغليظ اللي بيلعب بهالوقت؟ أمل، بانو، رجعوا عنه. ما بعرف مين بيلعب بهالوقت. آمال، اسمي أمل. أمي، وقفوا قلة هالحياة وإلا النتائج رح تكون سيئة. ما لازم نقول لبانو إيه؟ أمي، نحنا ما رح نستسلم. نحنا ميرزا ما منخاف من حدا أبداً. شو عم نعمل هون؟ عم نشوف مكان مشان فرقتكن حبيبتي. هون؟ أنا حبيته كتير. أنا ماني مصدقة إنه هالأجدب بيقدر يعطي أفكار حلوة. ميرزا، هالأجدب عقله كبير، حتى عنده مشاعر. تابيش؟ شوف، حلوة كتير. بانو، على فكرة فيني أعملك مثل مكياج كيم كارداشيان مشان العرض الجاي. شكرا.
بانو؟ استمتعي بالهدوء. كل عيلة لازم يكون فيها حدا مثلك بانو، مشان تحس بالهدوء والسلام. بطاقة لو سمحت. شكرا، استمتع. شكرا لك. شكرا. شكرا. خدي. شو هاد 10؟ ايه اروح من هون واشتري شوية خجل فيهم. اسمعي، مكتوب ادفع مثل ما بدك. شو انت غبي يعني؟ اكيد ما بتعرف شو يعني الموسيقى العالمية. ما بتستاهل انك تسمع بريتني سبيرز او فرقة كشمير. طيب راجع حاسبي. ايه حاسبني اصلا، ما رح يطلع معك شي ابدا. انت ليش هيك اسلوبك؟ هيك سمحت. بعرف انه اختي سمينة كتير وبشعة كمان، بس مو معنات هذا الشي انه اي حدا بيقدر يحكي معاها مثل ما بده. شكرا. بس انا اللي بقدر. انت كذابة كبيرة، بعرف منيح قديش بتحبي بانو. متوترة متوترة، بلكي ما اشتغل المايك. فقدنا الصوت، لا تخافي. وإذا نسيت الكلمات شو عمل؟ شو عمل؟ شو عمل؟ ليش أكلت كل هالأكل على الغداء؟ رح روح على البيت. لوين؟ ما بقدر روح على البيت حتى. معناها المسرح. شو هاد؟ أنا ما عم صدق هالشي. بس شكلنا رح ننبسط. دكتور ريزفي وينه؟ لأنه صوته ليك هونيك. إيه معك حق كتير. هداك. أوه أنا فكرته سمين وبشع وأصلع وكبير بالعمر. رح نشوفها شخصيا. إيه أكيد. لا تقولي إني أنا هون. عن جد أختي، أنت كيف صرتي دكتورة؟ إجا لهون. يا زلمة شلون ما انتبهنا ولا مرة انه عنا هيك. صباح الخير. فعلا اهلي كانت مدفونة. مين حضرتك؟ دكتور نوشاد ريزفي. اوه دكتور جرامبي كمان. عن جد رح نكون فخورين. قصدي المسؤول. يا ترى شو خبرتك اختك عني كمان؟ كتير شغلات. انك وقح وعنصري ومتسرع كتير ومنافق كمان. سادي ومكروه. بس في اكثر بس ماني متذكره. ودكتور شاطر. ايه لسوء الحظ ماني بحاجه اكون منيح لحتى صير دكتور منيح كمان. حلو. هلا اتذكرت انت رئيس كتير فظيع. جنات شكرا. وهلأ لو سمحتي قولي لأختك الدكتورة تطلع من ورا الحيط فوراً، أو رئيس الفظيع رح يروح بدون ما يقدر يشوفها. دكتورة ميرزا. مرحبا دكتور ريزفي. عم تتدربي على سحر جديد؟ أنا لا. جنات بانو كتير متوترة وأنا خايفة أنه تحاول تهرب من هون وتروح على البيت. عن جد؟ وين آزي؟ دكتور ريزفي أسفة إنه جنات كانت عم تمزح، بس أكيد أنا ما قلت أي شيء سيء عنك. دكتورة ميرزا لا، أنت قلتي كل هالشي عني. يمكن أحياناً أنا بقول شغلات بس ما بعنيها لأنه بكون معصبة شوي. أنت متأكدة؟ إيه غالباً. وحكي ما بيكون صح. عن جد أنا بعتذر منك على اللي قالته أختي. هي بس ليش؟ هي بنت صريحة وبس. لا إنه على كل حال أنا أجيت لهون لأتمنى الحظ الحلو لأختك. عندي موعد مهم ولولا هيك كان بدي أشوف العرض. رجاء وصلي لها سلامي. ماشي.
يا لطيف. شكرا. بانو شو؟ هي كتير متوترة، بس روحوا احكي معها. شو بدي قلها؟ انت شو ما قلت هي اكيد رح تسمعك وتصدقك. ميرزا انا ما بصدق حالي. يا سلام عزي، انت بتعجبك كتير. شو؟ ايه مو معقول تعمل حالك متفاجئ، الكل بيعرف انه بانو بتحبك. ما تصدق. شوي بس، شو قصدك بهذا الشيء؟ ببساطة هي بتحبك وانت بتحب اختها. لا. شو؟ شو؟ غريبة كيف ما قدرتي تشوفي هالشي مع انك ذكية. عزي؟ اه حكي يا فاضي. خلص انسى هلا، بس روح احكي مع بانو هلا والا ما رح يكون في حفلة اليوم. التغيت الحفلة شي؟ لا اكيد لا. يلا روح. يلا هات 500. طيب شو؟ لا ادفع قد ما بدك. طيب تعبيش ما بقدر اعمل هالشي، بدي روح على البيت. عادي. لا لو سمحتي استرخي تنفسي. لساتك خايفة؟ شي طبيعي، هي أول حفلة لإلك. بتعرفي حتى أنا تعودت أني خاف. ليش؟ كنت أحلم بكوابيس مرعبة. لا تقولي لحدا، ها رح تشوهي صورتي، لأنه كان عمري 5 سنين لما أمي وأبي وعايشة ماتوا بالحرب. تعودت صرخ بالليل، وجدي تعود يجي ويضمني لحتى نام، ما كان يتركني قد ما قاومت. هي كانت طريقته ليقلي إنه هو دائما معي، ولهلأ هو معي. بانو شي طبيعي إنك تخافي هلأ، أنت ما بتعرفي إنه فرقتك جاشن وصوتك أنت أكبر من ما أنت مفكرة بكتير. بانو هي مو مجرد فرقة عادية أبدا، هي أمل لبنات كشمير، ونحنا لازم نحافظ على هذا الأمل. صح؟ وانتي معنك لحالك، كلياتنا معك ورح نضل سوا دائما. معك الأنسة رابيا، السيد هاشم، مهير، جنات، أمل، الكل. وانت بانو أنا معك هون. قلك شغلي خلص، رح ألغي الحفلة أنا. ليش؟ شو ممكن يصير؟ رح نخسر المصاري، مو مشكلة. لا تابيش، أنت متوترة كتير بانو، أنا ما بقدر شوفك هيك. لا مو متوترة. منروح؟ دقي كفك. يلا. بانو منيحة؟ هي جاهزة. وين أمل؟ ما بدي أسمع اسمها أبداً هلأ. ليش؟ شوفي بلشت تحكي هاي التفاهات، إنه آزي معجب فيني وعم تقول هالشي قدامه كمان، وهو كتير خجل. عم قلك لازم نحط لها حد لهالبنت. بس آزي بحبك كتير جنات. شو؟ إيه والكل بيعرف، أنت مو حاسة بهالشي يعني؟ مشي الحال. سيداتي وسادتي، منقدم لكم الفرقة اللي عملت ضجة كبيرة، البنات جاشن. يلا خلينا. يلا. واو بتجنن. نروح شفناها على يلا بانو. أنا وأنتو سوا، منكن جاشن. جاهزين بنات؟ 1 2 1 2 3 4 بعد التوقيت.